أهلا وسهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. فشل مجلس النواب المنحل خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء في التصويت على مشروع قانون الاستفتاء بسبب خلافات بين أعضائه بشأن المادة الثامنة بقانون الاستفتاء. وعلق المجلس للمرة الثانية على التوالي جلسته المخصصة لمناقشة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وسط خلاف بين الحاضرين. وقال رئيس المجلس عقيل صالح أن الجلسة تعلق إلى الأسبوع بعد القادم باستكمال النقاش حول إصدار قانون الاستفتاء. ونصت المادة الثامنة على انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في حال عدم نيل مشروع الدستور ثقة الشعب في الاستفتاء. ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج الثلاثاء مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. وبحث المشري في اجتماعه بالسراج خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبا والتي تستهدف دعم الاستقرار بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية الأخرى. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيطاليا ستصبح المرجعية الوحيدة في أوروبا بالنسبة لليبيا، ومحاورا متميزا مع الولايات المتحدة حول القضايا الأساسية التي يجب مواجهتها. جاء ذلك خلال اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الاثنين، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وإنشاء غرفة عمليات بالبحر الأبيض المتوسط ومسألة التجارة والتعريفات. من جانبه أعلن رئيس وزراء إيطاليا أنه سينظم مؤتمرا لبحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا، التي قال عنها أنها نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقا من سواحل شمال أفريقيا. انتقد مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في روما الثلاثاء إعادة 108 مهاجرا إلى ليبيا كانوا على متن قارب مطاطي شارف على الغرق قبالة المياه الليبية من قبل سفينة إيطالية خاصة. مكتب المفوضية بحسب وكالة آك الإيطالية أشار إلى أن موانئ ليبيا ليست آمنة، ويمكن أن يشكل هذا الفاعل انتهاكا للقانون الدولي. بدوره شدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على أن خفر السواحل الإيطالي لم ينسق ولم يشارك في عملية الإنقاذ هذه، وأعلن خفر السواحل الإيطالي في وقت لاحق بأن إنقاذ المهاجرين 108 جرى تحت تنسيق خفر السواحل الليبي الذي أدار العملية برمتها. تنطلق الخميس القادم أول رحلات حجاج البيت الله الحرام هذا العام من مطار معتيقة بطرابلس. وأوضح المسؤول الإعلامي بالخطوط الجوية الليبية محمد جنيوة للتناصح بأن موعد أول الرحلات القاصدة جدة ستكون في 2 أغسطس، والتي سيكون على متن الخطوط الجوية الليبية أكثر من 240 راكبا لحجاج المنطقة الغربية. وأشار جنيوة بأن إجمالي عدد الحجاج الليبيين هذا العام بلغ 7000 حاج جرى توزيعهم وفقا لعدد السكان لمختلف المدن الليبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.